قبل كده مع اصحاب ايام الجامعة. حصل جربت المعسكرات حق الجراية؟ جربوا منه؟ احنا زمان ايام ما كنت طيب كده ايام المدرسة يوم من الايام خشيت الصالون لخالي لقيته قاعد في البيت في الصالون معه اصحابه كلهم وقالوا بيعملوا شنو قالوا معسكرين شغالين انا بالنسبه لي كان موضوع ضابط الناس من المؤمنين وبيتحطوا بياكلوا وانا قاعد بجيب لك بجيب لك صندوق الشاي والقهوه فعجبني البرنامج حق اللمه حقته دي هم قاعدين يجي يزور فاتح البورد قدامهم بيرسموا فسالتهم انت بتعمل شنو قال لي احنا شغالين شنو بدهم يقولوا لي انا بعمل في المستشفى بدهم يقولوا لي بعمل في المستشفى وغيره عجبتني الحاجه دي وقلت لهم جسمي شنو؟ قال لي اسمه معمار يعني ليه تبع شنو؟ ليه تبع الهندسه؟ وانا من وانا صغير كنت زول بيقول لك البيت يا باس مهندس تكبر في البيت عماره ما كنت فاهم الموضوع. ربما الهندسه ضعفه ما عرفت اكبر عنده مهندس فمن الوقت ده اترسخت في بالي القديم انا عايز اكبر ابقى مهندس. فعلا شيء اسالي في الهندسه جاي اختيار تخصص وانا عارف ان انا حاخش هندسه حاخش هنا حاخش معمار ما اخذت في بالي اي وحده اي حاجه ثانيه فعلا خشيت معمار في الجامعه انا كنت فاضي النشيد شديد البرامج كلها حقت الدفعه كنت بعملها اليوم هذا لو عايزين برمجه عايزين يطلعوا اي حاجه كنت انا بقوم بالبرنامج هذا عايزين يحجزوا للكوره عايزين يطلعوا عايزين يبرمجوا اسبوع المهندس في الجامعه كنت بنظم كل الحاجات كنت بعملها انا في الدفعه ما سأقول لك المقابل كنت مبسوط كثير والمقابل درجاتي كمان ضابطة لأني كنت حابب المجال حقيقي قاعد أدرسه وبعمل حاجات ضابطة وتصميم كنت مبسوط بالحاجة شديد لحد سنة رابعة جامعة حسيت بإني ده كل مجال اللي أنا عايز أدرسه فقررت إني ما عايز أغير المجال كان عندي مشكلتين المشكلة الأولى انه كيف اخذني مجال انا قريته 4 سنين وباقي سنه واشتغل منه. والمشكله الثانيه انه كيف اقنع امي بان انا اصلي المجال من اني صغير وبديت اكبر كبر عشان انا في صغير. في يوم من الايام قاعدين في البيت في الغداء قلت يا امي انا اخلي معمار قاعدين شنو؟ قلت لها لا لا انا دقيقه ومش ولا حراشه ولا مفتر قلت لها لا بغزل معاك. ثاني يوم قاعدين في الغداء قلت يا امي انا والله يا اخي الموضوع ده جاد كيف يعني تعمل؟ قلت والله يا اخي انا بحكم الحمار فاني مليان ثاني عايز اقرب قالت لي انت بتقرا فيه 4 سنين وانا كنت زول كيف بالنسبه لها الولد اللي بيقول لها بس مهندس وانت بتقرا المليان حبيبي ربط يعني زي موضوع الجاهليه ربط بينا حكم بينا فاكرين سنه واحده أقراها أخذ الشهادة حتى أشوفها بيحصل شيء. فعلا حد بتذكر إني اشتغلت مشروع تخرج إني طالع وقاشي ولابس ومبسوط وفرحان جبت إني ذات المناقشة حق قديم بعد ما جيت طالع دي مبسوط وما عارف إنه أنا أصلا بيني وبين نفسي كسرت حلقة المجال تماما إني ما عملت فيه أي حاجة الشهادة بس الحاجة اللي أنا كنت بحبها فعلا الحقيقة كان موضوع السفر والترفيه كل زول بحب الطلعات شديد فقررت انه انا السفر حقيقه عايز اعمل منه قروش عايز اعمل منه بيزنس الكلام ده كان في سنه 2018 وقتها اول ما اتعرفت قررت انه انا عايز اتعلم عن السياحه في السودان عايز اتعلم عن تاريخ السودان حسب لغتي الانجليزيه عايز اتعلم كيف تعمل مشروع كيف زول قد في يوم مسار انه يكون مهندس في الغرفة فجأة قرر بانه عايز يعمل مشروع في حاجة جديدة ما قررها فسافرت لبلدنا احنا في قرية اسمها كريم زي بعيمة انت عارف جبل المردك؟ جبل المردك تعملكم بس جنب جبل المردك اللي هناك نحن في كريم سافرت وقعدت 4 شهور بدون انترنت اخذت معي كميه من الكتب عشان اقرا باسرع ما يمكن حاسس كنت حاسس ان انا ضيعت سنين في الجامعه دي
لو كان اختصاصها كنت حاكل وحاعد حاجات كثيرة، فبالتالي حاخد قرار سهل. فقعدت 4 شهور وانا بقرا عن السياحة وعن التاريخ في السودان، وكنت بلف كل مرة بالمنطقة وبصور فيها، وكنت عشان احسن لغتي الانجليزية كنت بشتغل كمرشد سياحي للاجانب الفيديو بالمبكر، بس من الجميل كده اتونس معاهم بالانجليزي. معايا وانا بلد ما لازم نتكلم انجليزي. كان دائما محقق الحزب. بالصدفة في سنة 2020 شهر 4 اكتشفت بالصدفة بين العالم فيه فراغ، وانه انا قدامي يومين يا ارجع الخرطوم يا هتحبسين وما معروف الحبس اللي فيه. وانا لي 4 شهور ما رجعت لي. فقررت انا قلت انه ارجع الخرطوم. ال4 شهور دي كانت مفيدة شديد بالنسبة لي، خلتني اعرف كيف اعمل مشروع، كيف اعمل خطة عمل، كيف اقدر اجيب بزنس، كيف اعمل استراتيجية خصصت في مجال التسويق، مجال التسويق بالمحتوى. ال4 شهور خلتني اعرف المشكلة الحقيقية للسياحة في السودان وهي التسويق. وقررت ان انا اتخصص في مجال التسويق وتحديدا في التسويق بالمحتوى. جيت راجع الخطوط اكتشفت بانه كل العالم مغفل. وانا بحيث ما كنت عارف عن الموضوع هذا. الناس ما قاعد تطلع ما قاعد تعمل اي حاجة. فقلت ابدا المشروع. بعدين بإني أنشر المحتوى اللي كنت قاعد أعمله في السوشيال ميديا. عملت منصات التواصل الاجتماعي للشركة اللي كنت بجهز ليها، باعتبار إنه لما العالم يفتح أنا قلت ممكن كم نفر كده بيعرفوه. فاجأت بإذن المحتوى اللي أنا بنشر فيه وده بيبدأ فايرل في السوشيال ميديا أو بينتشر انتشار فيروسي. الناس كانت عايزة تعرف عن السودان، عايزة تعرف الأماكن السياحية في السودان، بس ما عارفين ما لاقيين التكوين الحالي. فبالضبط 3 شهور أو أقل من 3 شهور ضبط 79 يوم الصفحات على السوشيال ميديا وصلت 100,000 متابع. وقتها حسيت إن الموضوع ده بيجي جد وبيجا حقيقي، وانا لازم اخذ فيه خطوات حقيقيه في الموضوع ده. فقلت انا المشروع الجاهز ده اشيله اوديه لحاضنات الاعمال المتاره في السودان اللي لقيت لي بدون خطوات وتشوفني اسرع بدل ما يكون موضوع بس في السوشيال ميديا. فجهزت الفكره ووقتها كان في حاضنات اعمال فاتحين فرص عشان يستقبلوا المشاريع. فكره حاضنات الاعمال اللي انت بتقدم مشروعها وهم بيقيموه وبيساعدوه في انك تركز على ارض الواقع ويمشي بخطوات اكبر ويقدر يوزع فيه. قدمت لي كذا حاصل اعمال للاسف اترفض من جهتين. بفكر انه مجال السياحه في السودان ما وقع في وضع البلد فيه ما امنه، في وضع الناس والبنية التحتية، الناس ما عندها بعد كافي للسياحة والبنية التحتية في السودان ما بتساعد الناس على السياحة. فكان في انضباط حقيقي بشدة. يا اخوان انا الحالة دي لازم تفاعل كويس في السوشيال ميديا وممكن تطلع. فبعد اللي نشوف فكرة ثانية. قررت بما اني حكمل فيها بغض النظر عن انه نقول شلون حكمل في الموضوع. فعلا واصلت فيه. ما تذكر لحد هسي بعد انتهت الكورونا جينا نعمل اول رحله سياحيه كانت هي كسل. وقتها الناس كلهم كانوا قاعدين في البيت ما كنت قاعد لهم. فكان قلت لهم يا اخي انا حاسوبك معي الدكان احسن منك راح طوالي. وديناهم قلنا اليوم حنمشي كسل. فكرهم في رحله تنظيم والناس سيئة للامر. تذكر انه الرحله كانت يوم الخميس يوم الاربعاء اليوم اللي قبليها انا قاعد في شارع النيس اصلي صلاه المغرب. دي فكرة قناة كثيرة في هذا الفيلم. بعد الصناعة تحت التليفون عليك عاد فاشن عليك تدرك فيها حظر مضمون أي شخص فيها. فكرة المشروع والرحلة اللي بتخطط لها ضرب والقروش حقت الناس اللي دفعوها للتسجيل. تخيلوا انا دفعتها في عناقيد بطرحين وبسكن. فكرة من زول تخرج من الجامعة ما عنده رأس مال قروش، يا دوب تجيب قروش من الناس اللي حواليك عند الحزاز،
هذول تلقى شايفهم بطاطا وليك وماشي لقدام. دول كان من الصدر نقرا من اليوم للسالم. الحاله دي اصعب مما تتخيل. اصعب مما تتوقع انها ممكن تكون كده. لانه وقتها انا كان علي التزام بتاع انه في رواتب بتاعت ناس المفروض تدفعها. في ناس المفروض تدير دروسها. وقتها ما كنت عارف حاجه ممكن تحصل كيف او ممكن تحصل من كيف. وقتها كان في تحديد حقيقي لانه المشروع اللي كنت راح يعمل منه. لكن في اللحظات زي دي حقيقي بيظهروا الناس اللي ممكن يدعموك، الناس اللي بيكونوا طافيين لك سالك. الحمد لله فعلا الناس اللي بيدعموا الحبيبين وان الاستمراريه هي بالنسبه لي العامل الاساسي للنجاح. انه بعد 6 شهور من الحادثه دي احنا قدرنا نعمل للان اكثر من 50 رحله جماعيه، واشتغلنا لاكثر من 13 مؤسسه جماعيه، واشتغلنا للسفارات والمنظمات، والحمد لله طلعوا معنا اكثر من 1500 شخص. هو واقعين نحن في بلد التحديات كثيره شديده. في لحظه من اللحظات بتيجي على اي زول يكون كل الخيارات بكل الواقع ضد في الحاجه اللي انت عايز تعملها. تلقى انه المجتمع ضدك. ممكن اغلب الناس ليه يكونوا ضدك. حتى الناس اللي انت ممكن تكون منتظر دعمهم بيكونوا ضدك. فين بلد كده؟ لو ما رتبت راس في فكرتك في الحاجه اللي انت عايز تعملها ما بزول حيجيك معاك نهائيا. ببساطه لازم تركب راس، وانا وقتها ما كان عندي قياده ما في مانجا في الحاجه. انه لازم تنجح. كان في قرار. قرار بانه انا عايز انجح. وكان لازم انجح فيه. وانا العالم يغير القرارات. القرار الذي اتخذته انا الان اتذكر بانه انا كان ممكن امشي اخش عند المهندس واسمع كلام الناس في البيت. كان بالنسبه لي حاجه كويسه وقتها لكن كانت بالنسبه لي. الحاجه اللي انا كنت عايز اعملها انه اعمل الحاجه اللي انا نفسي فيها بغض النظر عن انها حتنجح ولا ما حتنجح. لانه في الاول وفي الاخر اذا نجحت بكون نجحت انا، اذا فشلت بكون فشلت انا. ببساطه انا عايش بجمله قال الحب فيصال. انني اريد ان اخذ حقي من الحياه كلها. اريد ان اعطي بثقه، اريد ان ازيد الحب من قلبي في كل حياتي في نفسي. ثم الافاق كثيره لابد ان تزال، كتب كثيره اخرى وصفحات بيضاء في سبيل العمسه تكتب فيها جمله واضحه بشكل جيد. شكرا لكم والحمد لله.